السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بمتتبعي قناة شي وزين بهاني. نتمنى تكونوا بألف خير. بقاو معايا في الجولة الثانية من المحل التجاري ديكاتلون. نتمنى تقضيو معايا وقت ممتع إن شاء الله. كاين هاد الخيطات ديال البحر تاع الوليدات، كاين هاد الشكل، كاين هذا، وكاين هاد اللون، الألوان مختلفة، وكاين كذلك هذا. كيعوموا الوليدات وكيلبسوهم. كاين فيطات كيف ما كتشوفوا، مي هادو البحر تاع الوليدات كيلبسوهم هكا مستورين بالقب ديالهم، كاين عندهم القب زوينين. حتى الالوان مختلفين، فيهم الوان البنيات والولاد. عاد هاد اللباس ديال البحر ديال الكبار، كاين صنيدلات، صيفيين، صنيدلات زوينين، ألوان، كما كتشوفو كاين هاد اللون الزرق، كاين لغوج، أحمر، كاين هاد الشكل اللي مغطي من القدام، كاين هاد لي صوندات تاع البلاستيك تا هما زوينين، هاكا وليدات صغار. زوينات زوينين صراحة، زوينات زوينين، الحمد لله كاين الجديد. وبالنسبة للأثمنة كل النوع والثمن ديالو كذلك، الوان مختلفه، كاين هذا الشكل لي كاسكيت، لا الكبار ولا الصغار. احذيه رياضيه الاطفال، صراحة جيت اليوم لقيت الناس تبارك الله ما شاء الله، كلشي كيقتني حويجات الصيف لوليداتو، حويجات البحر. لي مطلع ديال الناس اللي كيقوموا برحلات وكيخرجوا، كاين لي صاك ديالهم اللي كيتجمعوا فيهم. وتشوفوا معايا هاد لي طونط لي صغار، هما مونطينهم الشكل ديالهم. هنايا مجموعين مونطين هذا ومونطين كذلك هذا في الليل فوق. الحمد لله كاع اللي كيزاول شي رياضه غيلقى المستلزمات ديالها في هذا المحل. هادو هما لي صاك اللي كنا شفنا مقلع معلقين، عفوا هانتوما شوفوا الشكل ديالو كيف داير، الشكل ديالو على قرب، يعني شكل شنطه كبيره. ايه هو سهل انك تهزيه، يعني كيديروه على الظهر كيهزوه كتجي سهله. هادو بالنسبه للطابيات اللي كيفرسوا لي طابي، ها هما هنا مجموعين جامعينهم كيف ما كتشوفوا معايا. وهادو القريعات اللي كنا شفنا بحالهم في الاول، هي كيف ما كتشوفوا معايا.
معايا، كاين لي كاليتي، كاين هاد الشكل هكا، كاين بحال الثمن. نخرجو ليكم صافي غولون كيف ما كتشوفو. بالنسبة كذلك لهاد الأوزان اللي كيحملوه، كاين هاد الأشكال، راه كاين الوزن تبارك الله على حسب الجهد ديال كل واحد. كاين كذلك هاد الأشكال، أتمنى ديالهم هاد الشكل كذلك أشكال. حالات كثيرة ومتعددة على حسب كل واحد اش من رياضة كيزاول. كتلقاو هنايا في هاد المحل، وكتبقاو حتى الأثمنة راهم عارضينها على قدر المستطاع ديال كل واحد. نجينا لهاد المكان الخاص الناس اللي كيزاولوا رياضات في البحر، اللباس ديالهم وكذلك حتى الأحذية اللي كيعملوا فرش ليهم. لي غون ديالهم كذلك، النظارات هادو بالنسبه للوليدات الصغار. شوفوا كيعاملين ليهم هادو تلوينات زوينين، هادو بالنسبه للولاد الصغار عاملين ليهم هاد الاشكال الوان. هاد اللبسات صغيرة، هي راه إلا كتجبد ملي كتبان هكا مجموعة كتبان صغيرة. ست سنين هادي ديال الوليد، عنده ست سنين. مازال غير في الملابس اللي كيزاولو الناس فيها السباحة. هذا كيف كيفك كاين هاد اللون وكاين عاود هاد اللون. فيها الأحذية الرياضية وفيها أثمنة. بالنسبة للأثمنة كيف ما كتشوفوا هاد الأحذية فيها كذلك أحجام أشكال.
كيبقى لوبخي على حسب الكاليتي ديال كل نوع. بالنسبة لهادو لي طاي صغار الثمن ديالو كيما كتشوفو معايا، ودائما كيبقاو الألوان كيجذبو الوليدات. بالنسبة لهاد اللون شحال زوين صراحة. كذلك هذا معايا، هاد البيضه شحال زوينه وصغيره، كاينه في البلومارين وكاينه البنيات كذلك. شوفوا الاحذيه تاع البنيات شحال زوينين. الثمن هنا 99 درهم، ثمن مناسب صراحه. بالنسبة لهنا لي كاسكيت وكذلك تقشرات هكا، قشرات هاد اللون كتباعو تقريبا ثلاثة هنايا، هي ثلاثة 29 مخيرين. هاد جوج ألوان الثمن ديالهم فوق 129 درهم، فيه جوج ألوان. ها هو كاين الثمن هنا، كاين الزرق وكاين كذلك هذا اللون. شوف الصغيرة شحال كتبان زوينة. كيكونوا هاد الأحذية خفاف الصراحة، خفاف متخافش. كذلك هذا النوع 199 درهم تقريبا، 200 درهم. فيه الابيض غير باش كيعجبوني انهم خفاف، يعني ما كاينش الثقل. اللي بغى يدير هكا لا مارش. انا كنت خديت وحدين في الكحل، خديت وحده بحال هذه في الكحل. كاين هذا اللون، كاين نواف، كاين كذلك البلون. هي الوليدات الصغار، احذية رياضية بالنسبة للوليدات الصغار اللي دي تقادري كونفيرسات، شكل كونفيرس خفيف فيه هاد اللون. اي حاجة تاع الوليدات الصغار خصوصا تاع البنيات كيكونوا زوينين. شوف الشكل ديالهم. بالنسبة للخي، الخي ديالهم 179 درهم، فيه هاد اللون وفيه هاد اللون. نتمنى تكونوا قضيتوا معايا وقت ممتع، والى اللقاء فيديو جديد بحول الله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.